شاعر تحتار حين تزور عبيره كيف تسمع هديله، حديقته تضم زهرا ونهرا وعطرا وينابيع، وحين تدخل بيته لعليك أن تقرأ تاريخه وحده، بل عليك أن تقرأ تاريخ العائلة بكاملها لتعلم أن هذا الشبل من ذاك الأسد وأن الولد سر أبيه. فإذا به اليوم سر الكلمة، سر الشعر، سر المنبر، سر دنسة الأخلاق والعاطفة والحضور، يلج القلب فيعتلج حبا ويختلج شعورا ويحيا إحساسا، فيبني القصيدة مدنك مرتفعات تحاكي السماء، ويعصر قلبه حبا ويشربك العصير ينبوعا لبنانيا أصيلا، لترى وأنت تروي نفسك من شعره الأرز والجبل والشمال والجنوب والبقاع، لترى لبنان كله فكأنه رسم خريطة لبنان في قلبه وحولها إلى شعر، حولها إلى كتاب، حولها إلى كلمة، فالكلمة له صاحب الدعوة الشاعر شوقي شعبان. بليلي من ليالي العمر جاي أصرخ يا نبوع الشعر فيذي، بمركز للثقافة والهداية نظير العاقل الجاهل نقيذي. بليلي من ليالي العمر جاي أصرخ يا نبوع الشعر فيذي، بمركز للثقافة والهداية نظير العاقل الجاهل نقيذي. الثقافة شرفتنا بالرعاية، بتنبع من محبة مستفيدي، وإذا قالوا الشعر بدو عناية وعلاجه واجب علينا وفريضي. القلم بيصير من تم الدواي يهتف مع جماهير العريضي، وكلمة القلم بيصير من تم الدواي يهتف مع جماهير العريضي. بعد الشعر أصفى من المراية مهما تحارب نفوس البغيضة، وكل ما جاعت حروف القراية بيجي التاريخ صفحاته يعبي أدب من فلسفة غازي العريضة. وإذا قالوا الشعر بدو عناية وعلاجه واجب علينا وفريضي، القلم بصير من تم الدواي يهتف مع جماهير العريضي. بعد الشعر أصفى من المراية مهما تحارب نفوس البغيضي، وكل ما جاعت حروف القراية بيجي التاريخ صفحاته يعبي أدب من فلسفة غازي العريضي. الثقافة في لها نهج رسالي وعرش وسلطنة وشرع وإمارة وقمم وبحور مزروعة لآلي وجناين حب شبعاني نضارة.
والدكتور عبد الله المثالي ابن فرحات لو ان توارى مثل غازي العريلي بالاصالي ومثل ايمن شقير من الحضاره حصلوا على لقب صاحب معالي قبل ما يدخلوا مجلس نيابي وقبل ما تعينوا بقلب الوزاره. تسامى يا فكر فينا وتعالى، وكلمة الوحي يندهلك تعالى. لا تحكي بالسياسة وبالكراسي ولا من عار ظلمين، ولا احكي بالمحبة وبالقداسي بمجاعة همها علينا طوالا. احكي بالحروب وبالمآسي وكفكف دمعة عيون الثكالة. احكي كيف عنا بظرف قاسي رب البيت برب التفالة. احكي بالجمال بعقد ماسي على نعومة صدر شرقة ولالة. احكي بالبديهة وبالفراسي، وإذا وحيك حجبت بقول لا لا، لأنه الشاعر الذايب حساسي قبل ما كلمته من القلب تطلع الوحي بينزل من الخالق تعالى. وبعد ما تحرك الشعر بحناني ونبوعه بخاطري صاروا يطوفوا، صرت اصعد على منابر زماني وبنات الفكر من حولي يطوفوا. واشهد مع كتاب الاصفهاني وبمملكة الحمداني وسيوفه، لانه صوت حمداني دعاني غني مع اميره فيلسوفه. لانه الشعر للشاعر حصاني وهرم فكره مثل اهرام خوفه، يا من السهر عشمع داني كتابه قبل ما العالم تشوفه حتى يشبع سطوره معاني بهزيع الليل ابياته كتبها وبدمع الفجر نقت له حروفه. يا من السهر عشمع داني كتابه قبل ما العالم تشوفه حتى يشبع سطوره معاني بهزيع الليل ابياته كتبها وبدمع الفجر نقت له حروفه. إذا الشاعر خمر كرمه مسرة وأطيب من حلى عنقود جردي، تلحمل اسم شاعر بس مرة يعمل مع حساب الشعر جردي. ومثل لير الذهب نقشي وطر القوافي صيغها بمجهود فردي، نغنى للأدب روح المعرة بفيقها انشرد بالفكر شردي. نغنى للفدا بحروب مرة خلق من كل أصبع كف زردي. نغنى للحلا بتقص غرة الشمس عجبين محبوب الموردي. وإذا تغنى بسحرة رمل حرة خلق من كل واحة نبع جاري وقطف من كل حبة رام الوردي. بنفحة عبير الفل والسوسن، بنفحة عبير الفل والسوسن وصوت الهديل القسم ودوزن، اول مسامر صالح الديوان اتكرم علي وصفحته وعنوان. ونفحة اخوي من وسيم شعبان فيها شياطين الوحي عقلا، بشكر بهاء الصمم الالوان بغلاف لا احلى
ولا أثمن وراعي الثقافة في لها عنوان غازي العريض الأصلها لبنان. ودكتور عبد الله بعقل شبعان خلى بكلامه الجنة أنسن، وبشكر رئيس القصر والديوان الموعد الحفلة حدد وعين، وبشكر أبو شادي طليع حمدان الصاغ القوافي وترغل حمدا، وبشكر خليل الجوهر الرنان من بنك حبه المنبر تنون، وبشكر الياس الشاعر السلطان الظل وعرش القافي المسلطن، وبشكر جميع الاهل والخلان المعهم ربينا عفرد معجن، وبشكر مناصرنا المع الاوزان عاش وبعقل الشاعر استوطن، ويا مقدس الانجيل والقرآن بتعرف الجوهر من فرد معدن، ما في وطن عبر الدنيا بإنسان من دون جيش يصونها الموطن، وما في نشيد بتعزف الأوطان من دون شاعر كلمته دون، خصوصي إن كانوا من جبن أرض لبنان ومن من 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 قمة بشري اللي بنت جبايل عنده تحت ظل الأرز مسكن، ويا مقدس الإنجيل والقرآن بتعرف الجوهر من فرد معدن، ما في نشيد بتعزف الأوطان من دون شاعر كلمته دون، خصوصي كانوا من جلال لبنان من قمة بشري لبنت جبايل عنده تحت ظل الأرز مسكن. شكرا للجميع، الله يكفيكم بالأفراح اللي خلينا.